السنوات الأولى من حياة السلطان عبد الحميد الثاني، كيف كانت ولادته وطفولته، وما هي الحكايات المروية عن تلك الفترة؟ سنعتمد أعزائي في الإجابة على هذا السؤال على كتاب السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عصره، وهو من تأليف أورخان محمد علي، وأخص أختي سماح بالشكر على إهداء هذا الكتاب القيم لي. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. عبد الحميد الثاني هو السلطان العثماني 34، والده هو السلطان عبد المجيد، ووالدته هي تيرمشكان التي تعرف عموما بترمشكان. كانت هذه الأخيرة جركسية كسائر زوجة السلطان عبد المجيد، وهي من قبيلة شبسية، ولذلك فإن السلطان عبد الحميد كان يرحب بالفتيات الجركسيات من هذه القبيلة الموجودة في القصر قائلا: أهلا بقريبات الوالدة. ولد عبد الحميد في يوم الأربعاء المصادف للسادس عشر من شعبان سنة 1258 هجريا، توافق هذه السنة بالتقويم الميلادي سنة 1842. ولقد كانت ولادة عبد الحميد في الساعة 11. فرح والده السلطان عبد المجيد بولادته، وأصدر أوامره بإقامة مظاهر الفرح في أرجاء الدولة بهذه المناسبة. ولقد جاء في البلاغ السلطاني الموجه إلى الوزير أنذاك بمناسبة ولادة الأمير عبد الحميد ما يلي: إلى وزير المخلص، بعد الحمد لللطف والعناية العالية لخالق الكون، نزف إليكم وإلى جميع الرعية بشرى قدوم أمير من صلبنا الطاهر إلى عالم الشهود في السادس عشر من الشهر الحالي، وقد سميت الأمير عبد الحميد. ولكي تأخذ الرعية نصيبها من البهجة في هذه المناسبة السعيدة، فإن المدافع ستطلق 5 مرات يوميا ولمدة 7 أيام. كبر عبد الحميد وأصبح واحدا من أقوى سلاطين الدولة العثمانية، الأمر الذي جعل أعداءه كأفاعا تبحث عن أي شيء تلدغه به. ومن أقذر وأسوأ الإشاعات التي أطلقها هؤلاء الأعداء على السلطان طعنهم في نسبه، وذلك طبعا حتى يتوصلوا إلى غاية محددة، وهي إثبات عدم جواز سلطنته وخلافته. قاموا بإشاعة أن والدته أرمنية، وأنه ليس ابن السلطان وإنما ابن رجل أرمني كان من خدم القصر. يقول الكاتب الجليل أن بعض أعدائه قد زعموا أن والده السلطان عبد المجيد لم يعترف بابنه لمدة أسبوع. أشاعوا أيضا أن والده كان يكرهه ويتشائم منه، ويبررون كلامهم بأن السلطان عبد المجيد كان في الحمام عندما جاءته البشرى بمولد عبد الحميد، فلم يستطع أن يكافئ البشير في الحال، ولذلك كان يتشائم منه. إلا أن الحقيقة مخالفة لذلك تماما. لم يتورع أعداء عبد الحميد حتى عن تلويث مرحلة طفولته البريئة، فقالوا عنه أيضا أنه كان معتادا على السرقة. ونستطيع أن نفهم من كل هذه الإشاعات مقدار الحقد والكره الذي كان يكنه البعض لهذا السلطان العظيم. ومن المعروف في التاريخ العثماني أن جزاء أي شبهة أو شك في نسب المولود هو القتل الفوري للمولود والزوجة، وبالتالي فإن كذب هذه الإشاعة واضح جدا. كان السلطان عبد الحميد الثاني في طفولته قليل الكلام، يحب العزلة، وقد توفيت أمه من مرض السل وهو في 8 من عمره. كانت وفاة تيرمشكان بعد أن أنجبت 3 أطفال، هم الأمير نعيمة التي توفيت وعمرها 2.5 سنين، والثاني كان السلطان عبد الحميد، والثالث هو الأمير محمد عابد الذي توفي وعمره 1 شهر. تحدث السلطان عبد الحميد عن والدته بحرقة قائلا: توفيت والدتي المسكينة وهي في ريعان شبابها، إن صورتها أمام ناظري على الدوام إذ لا أستطيع نسيانها أبدا، كانت تحبني جدا، وفي أثناء مرضها كانت تجلسني أمامها وتكتفي بالنظر إلى وجهي إذ أنها لم تكن لتشسر على تقبيلي. وذلك طبعا أعزائي لأن مرض السل هو مرض معدن، وعندما توفيت تيرمشكان كتموا الخبر عن الأمير عبد الحميد لفترة معينة ليستدعيه والده بعد ذلك بمدة، فيحضنه ويقبله من خديه قائلا له: لا تبكي يا بني، فليس باستطاعة أحد أن يقف أمام قدر الله، سأكون لك من الآن أبا وأما. فهل يمكن لرجل يشك في نسب ابنه أن يخاطبه بكل هذه الحنية والشفقة؟ طبعا لا.
وبعد وفاة والدته احتضنته بيريستو هانم الزوجة الثانية لوالده، حيث أنها لم ترزق بأي طفل أصبحت بمثابة أمه وأصبح هو بمثابة ابن لها. كانت بيريستو حنونة ولقد أسبغت على عبد الحميد كل عطفها وحنانها. وفي المقابل قابل هذا الأمير هذا الحب بحب أوسع، ولقد كان يتحدث عن بيريستو قائلا: لو كانت والدتي حية لما استطاعت أن ترعاني أكثر من رعايتها. ولكن عبد الحميد الذكي جدا لم يشأ أن يكرر أخطاء من سبقوه بالسماح بتدخل الوالدة في شؤون الدولة، فرغم حبه الشديد لبيريستو هانم إلا أنه جعلها سلطانة والدة تدير الحرم فقط. وفي هذا الخصوص تقول السلطانة عائشة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني ما يلي: كان أبي مقتنعا بأن تدخل والدة السلطان عبد العزيز ووالدة السلطان مراد في شؤون الدولة لم يكن في صالح الدولة ولا في صالح العائلة، ولذلك فلقد ذهب في اليوم التالي لتوليه الخلافة لزيارة بيريستو هانم، وبعد أن قبل يديها قال لها: إنني لم أشعر بأنني فقدت والدتي وأنني نشأت دون أم، كل ذلك كان بفضلك وأنني أعدك بمثابة والدتي تماما، إن موقعك هو موقع السلطانة الوالدة وفي القصر لك مطلق صلاحيات الوالدة السلطانة، ولكنني أرجوك رجاء حارا أن تتجنب التدخل في شؤون الدولة وتتجنب حماية فلان وفلان، ولا تكوني أبدا آلة في أيدي الطامعين والمتطلعين للرتب والوظائف. وفعلا احترمت السلطانة بيريستو رجاء ولدها وبقيت وفية لوعده طول حياتها، وحتى عندما توفيت أوصت بجميع ثروتها لابنها عبد الحميد. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، تحدثنا فيه عن ولادة وطفولة السلطان عبد الحميد الثاني، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة نتحدث فيها عن شبابه وحكمه. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.